السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين. آخر مرة لحظة شو الألتاب هذا الخرافي على أول جيم. انزين لحظة وبعدل اوكي. طبعا الحين وصلنا الحين الحلقة الماضية الشهر العام الربيع سوينا خط جديد يوصل بين الهاي واي الموجود الأولي وبين المدينة هذه، وهذا معناه بعد هذا راح يروح الهاي واي شو الأولي. خلنا نسوي أبجريد لحظة 6 لين نبغى شيء لا مع ترامب ولا غير، ما نبغى شيء فيه بس نبغى شارع كبير. كان عندي شوارع أكبر بعد الحين نقدر نحطنهم. ايه هذا خط الموت هذا يسمونه هاي واي بس بدون شارع بدون قر. انزين بسوي سكس لين خلاص اوكي. سكسلين مع شير نسوي شت شت افا هو اصلا سكسلين وانا اشوف زحمة قد بسوي له بقريت سكسلين واني يلا بسوي خرا مالنا اللي في الليبل احسن. انزين ما عندنا موظفين طبعا مشكلة تمايل ابا مجموعة بيوت هني يوم كان طر حق البيوت كان طر. تعرفون شو طر؟ طلع من هني خط لين وين؟ لين هذا المكان الطريقة هاي المكان. شوفوا كيف طر والله طر. هذا علي بل هني شوفوا البيوت بقى الشكل البيت اللي بيطلع عني بيكون خرافي ترى انا متاكد متاكد بيكون خرافي. مره ساكنة عند المدرسه بعد نبغى هني دكاكين. زين وبا الخط هذا يطلع لوين؟ لين لا بس الا اذا كان هني نوصل هذا هني حط دكان اخر شيء نسوي باقي المنطقة شو بيوت. هذا فريج مرة فريج عند عند المدارس عند هذا عند ذاك. ها الاضافات السكانية هاي مهمة. الحين عندنا ازمة سكان شوي ما الناس ساكنة. شرة توصل لهم تقريبا كل حد يوصل لهم للعيادات ما يبغون عيادة مو مشكلة. عندنا الناس اللي هني سايلي لي بالهم خط غير شي. لحظة سلبي انهم ساكنين في الليبل تعذب الناس بس تقول اوه يبين ساكن في ليبل صح؟ هي بالضبط ماي وصل لهم ماي وصل حق هاي ماي هاي اللي بعد يبالهم وين يكونون؟ شوفوا محلاهم هني بس بالهم دكاكين اساسا ما عنده دكان ما يروح جمعية مكان اخر الدنيا يكون هني يعني ما يكون بعيد. انا احس ان عندي ناسي شيء مهم ما اعرف شو ناسي. اللعبة يعني ناسي فيها وايد شغلات ناسي احط فيها. خلينا نشوف ترانسبورت صدق ما عندي ولا باص
مش ممكن يعني، ما عندي ولا باص ولا باص. لازم أحل الموضوع، بس أول شي بحطي حديقة صغيرونة في نهاية الممر هذا. اوكي ممتاز. انا بعرف انا كيف نسيت موضوع البساط. اوكي تعالوا، اول ناس تشتكي انتوا طبعا، اليوم ممكن تشتكون وين راح تشتكون، راح تكملون شكاوي وما راح تخلصون انا عارف، بس بنحط لكم بس ستيشن جميل يكون. كم بس هذا يحطيه؟ اوكي هذا يكون لازم يكون بداية ونهاية الخط. انا ما ابغى هالشي هذا، مو بعجبني. ابي احط منه البايو فيول اللي هو هذا، في نويز ما بحط اماكن ثانية. تخيلوا ما عندي ولا باص، ابى الف حول المدينة. لحظة، لف حول المدينة، يلف لف العالم، العالم كلها طيحت اللي سيائير. نقول ليش عندي زحمة، ليش عندي ما ادري شو، ليش عندي مشاكل ومش قادرين نحل المشاكل. طيب لهم باصات. اوكي نحط باص من في هاي المدينة. ايه هني رجعنا هني، احط ثنتين اشل اللين تو. هاي لازم اعوض باصات. شو لازم اعوض باصات؟ امشي الباص من هني، نوقف الباص هني في اول مدينة ونخليه يرجع دايركت، ما يدخل، ما خليه يدخل زحمة. بس خلنا نزيد عليه ستوب مرة طيبة عليه، ونحطينه ببساطة حق المنطقة داخل. وبحد يشل الناس اللي نازلين ياخذهم لفة حول المدينة. حلو، المدينة باصين وايد عليهم، ونبى باص يشيل هاي من هني يجيبهم لين هني ويردهم. وين فيهيكل، ونبى باص من هني يجيبهم هني ويروح هني ويردهم وين، نفس النقطة. وين بس نبى باص الحين يشل العالم من هاي المدينة يبها لهاي المدينة، خليه يوقف له وقفتين مش غلط، ويرجع لهاي المدينة. هاي بسيط. اوكي هاي خطوط بساط هني، هاي استوى عندهم شوية مواصلات. الحين نبا باص شل العالم من بعد هالنقطة هاي، يمشون شوي هني يوصلون للمصفح ولا صناعية ولا وات ايفر ما ليبل، ويرجع وين هني. بس شو بسوي بما انه في وقفات وفي اجباري، خلي يوقف الناس بصين اتصور كيف فيه. هاي خط مواصلات ثانية، بس عندنا وايد خطوط ترى، ما عشرين ما بسمي ولا شيء. كانت في فكرة اني اسمي الخطوط لكن نوهي
يوبي. ده بنعطي الوان عشوائية، عشان نحس في الورق بس. بس الوان عشوائية بس، لفة حول المدينة لفة. المهم زين، يبانا باص من المدينة الأساسية هاي قبل الدوار. أنا أقوله من هني لين هني، هني فاضي الشارع لين وين بيروح درب ثاني وهو راجع صح؟ زين خله ياخذ ستوب هني ويرجع نفس الدرب، باصين ثلاث. اوكي هذا انا محتاج ابجريد من خاطر هذا، اذا قدرت اسوي له زينة. من خاطر يبغى له ابجريد. خاطر ابجريد بيفرق بيها وايد بعد. لا 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 يستوي ثري لين يستوي. اوكي اي ثينك ام لوكي، اي ثينك ام لوكي، اي ثينك. وهني زحمة بعد موت، الناس قامت تطلع. بس الراس هني سوي ثلاث سيدات على اساس هاي الزحمة هاي شو نسوي فيها؟ لحظة هني لازم نتصرف، اللي هي هاي هذا الشارع اجباري. لحظة ليش؟ ويت ويت، ما روم تشوف خطوط هذا ليش؟ لا روم، هذا هني هذا هني، على اساس ما حد ياخذ الدرب الثاني. خلاص برايي عقبها وين يروح مشكلته، بس الحين هايل ما حد يدخل هاللين هذا مشكلته. بس بدأ يدعوزونه طول اليوم، يستوي اريح الزحمة، يستوي اريح. ايش هاي اللي يدعمون مع العالم، خاصة في ناس وايد بتتي من هالمدينة هاي. شوفوا كيف الزحمة هني، شوفوا انزين هاي الزحمة شل هذا خليه يتوصل هني بس، وشل هذا اللي يوصل اي وحدة من هاي الافضة، شل هذا بس يروح سيده بس. وانت يا صديقي سيد انت فيك اللي يكفيك، وانت بس شوف كيف الزحمة بتخف ان شاء الله، فتبي خليهم ما يتخابصون. شوفوا ويا المشكلة انه لف يعني عقب هني لف رد دخل. وا مصيبتها عندي لينات فاضية على أساس إنه هاي اللي بس يحبون يسيرون يمين. خلنا نسيب بساط، خلنا نسيب بساط، شكوى لله. زين تعمل نزل هني هايل الزحمة هي تسوي لي أزمة حياتي،
اسهل، حد يروح عند الماء يرجع هني، يرجع يركب وين هني، يبقى لنا ثلاث. ونبى باص من هاي المدينة لين هاي المدينة، وبس يرجع بس خلاص. بس إذا بيرد بالطريقة هاي بيرد، خلني أوقف في نص المدينة. ونوكا وقفة هني، 1 2 3 4 أظني وايد. انزين هذا باص. هذا يخدمنا خدمة يا غني الحين، ما تخيلونها الحين. رويس بس باص من هني لين رويس هذا تشاور عليها، بس اتصور بيكون تو ماتش. خلنا نجرب هني لين دين الرويس، الرويس يرجع وين هني، بس هني كيف لف الشارع؟ هاي نفس ما توقعت سيدة، أمورة طيبة. بس هي وسط، احنا ببساطة حق الرويس نفسه. أبا الناس و ستوب تو ستوبس، لا مش بالعكس المفروض، ستوب 1 ستوب 2 1 2 3 الى الدوام. حلو، في ناس وين الدوام في المدينة الثانية يعني. وان ستوب تو ستوب، هاي ممكن اكبر شوية المكان هذا. ري ستوب فور ستوب في المدينة يا تعبان. اوكي وقفة هني، حطينا مدينة باصين ترى اي شيء زين. استوى عنا محطات الباصات شوي. زودناها شوي، هلا نشوف الحين استوى عند ليش من الزبالة نحن هنا. ويش اللي بعد شوي زين هني، شو اخبار البيوت اللي هني حطيناها؟ يعني اذا انا حاط دكانين بس حق البيوت مش محصلين عمال، شو الحالة هاي؟ خبروني خبروني شو الحالة هاي. خلنا نسوي نفق، شوفوا نتفق نسوي نفق من وين. هاي واي رايح رد زين، ابغى اسوي وين سويت انا اللحظة. ليش الشارع صار لين فوق ونزل؟ بس المهم هذا هاي واي، هذا اني بين انه هاي واي. لحظة نسوي الاسموت يا حبيبي عليه، يا حبيبي على التول. مرة طيبة بعد العقب مش قضية يعني. بني هاي واي نبغى هني شو شارع